تعالوا نرجع للرسمه اللي قلناها في الاول. انا عندي 5 عيانين، كل واحد عايز اديله امبيريكال انتيبيوتكس لغايه ما تطلع لي المزرعه. تعالوا نمسكهم واحد واحد. هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن البيشنت، عن الكومون باثولوجي، الكومون باثوجين ايه، وعن الريكومندد انتيبيوتيك، وهل اغطي ميرسا ولا لا، واغطي سودوموناس ولا لا، واغطي ام دي ار ولا لا، واغطي فانجل ولا لا. نبتدي باول واحد عندي، العيان الاولاني اللي هو دايابيتيك فود سيفير سيلولايتس. ايه الكومون باثوجينز اللي عندي؟ احنا قلنا في سكين اغلبهم ايه؟ اغلبهم بوزيتيفز اللي هم ستريبت وام اس اس اي وساعات في ار اس اي، قليل ان يبقى عندي نيجاتيفز ساعات يعني سودوموناس. يبقى ريكومندد انتيبيوتيك فانكومايسين او لاينوزوليد، ولو عندي حاجه نيكروتايزنج بزود الكليندامايسين زي ما قلنا. طب محتاج اغطي الميرسا؟ طبعا ضروري، لان انا السكين انفكشن ممكن جدا جدا يبقى عليه ميرسا. طب اغطي السودوموناس؟ مش قوي، مش روتيني يعني، بس ماي بي نيدد. اغطي الام دي ار؟ لا، ما بغطيش الام دي ار في الدايبيتيك فود. اغطي الفانجل؟ لا، مش بغطيها برضو، مش روتين. طيب نيجي على البيشنت بي، ده بيرفوريتد ديو بيريتونايتس، يعني ده عنده ابدومينال سيبسيس وجاي من بيته مش جاي من المستشفى. الابدومينال ده فيه تشكيله، في جرام بوزيتيفز زي الانتيروكوكاي، وفي جرام نيجاتيفز زي السبايس والبروتياس والسودوموناس والاي اس بي ال، كل دول موجودين، وطبعا في انيروبس. يبقى لازم لما اغطيها لازم احط حاجه برود سبيكترم بيتا لاكتام، انا وطبعا دي احنا عرفناها من شويه، وبلس مترونيدازول عشان الانيروبس. محتاج اغطي الميرسا؟ لا، عيان جاي من الشارع صعب يبقى عنده ميرسا في بطنه. سودوموناس برضو مش سهله، ام دي ار لا، فانجل كفرج برضو لا. يبقى ده البيشنت الثاني. نيجي للبيشنت الثالث، سيفير كوميونتي اكوايرد نيمونيا، واحنا تقريبا شرحناه من شويه واحنا بنتكلم على السبيكترم بتاع الانتيبيوتكس. اغلب الحاجات بتاعتي جرام بوزيتيفز، وممكن مين تاني؟ ممكن اتيبيكلز. طيب ريكومندد انتيبيوتيك حد بيتا لاكتام عشان يمسك لي شويه بوزيتيف على شويه نيجاتيف، واحط معاه ماكروليت او دوكسي سايكلين او كينولون عشان يغطي لي الاتيبيكلز. ويعني انا بالنسبه لي انا شايف مثلا افضلهم الكينولون عشان هو يبقى ليه بعض السبيكترم في اتجاه النيجاتيفز. تمام، الام ار اس اي مش محتاج اغطيها، ولا السودوموناس ولا الام دي ار ولا الفانجل كفرج، مش محتاج ادي اي حاجه امبيريكال من الاربعه اللي تحت دول. نيجي للبيشنت دي، عندي هوسبيتال اكواير نيمونيا جوه الرعايه على الفنتليتور، ممكن تبقى جرام بوزيتيفز وممكن تبقى اتيبيكالز وممكن تبقى ام ار اس اي وممكن تبقى سودوموناس، ممكن تبقى اي حاجه. ولذلك من اعنف الاستراتيجيز في التعامل مع الباثوجينز اللي لو انت عندك فنتليتور اكواير نيمونيا، تحط على طول اكستندد بيتا لاكتام مع كينولون، ولازم تغطي ميرسا ولازم تغطي سودوموناس، وممكن تحتاج تغطي الام دي ار بس مش من اول يوم يعني. ومهم يعني الفانجاي ما اقدرش اقول ان هي محتاج تغطيها روتين لو عيان يعني ما هوش اميونو كومبرومايزد وكده، يعني مش محتاج فانجل كفرج. طيب كده اتكلمنا عن ايه؟ عن الديسيجن وعن الدراج. تعالوا نتكلم عن الدوز. هنتكلم عن ايه؟ اول حاجه البولس فيرسس انفيوجن، امشي بولس ولا انفيوجن، هدي لودنج ولا مديش، وامتى هدي وامتى هعمل ادجاستمنت سواء بالزياده او بالنقصان في العيان بتاعي. نبتدي الاول بالديليفري بتاع الانتيبيوتكس. الجايد لاينز بيقول حاجه غريبه قوي، يقول لك وي سجست يوزنج برولونجد انفيوجن في البيتا لاكتامز فور مينتنس اوفر بولس، يعني تحطه على سيرنج بامب وتمشيه على 4-5 ساعات البيتا لاكتام، او حتى لو ما عندكش سيرنج بامب حطه على سوليوسيت على 100 سم ومشيه نقطه نقطه، مش لازم تديه على طول. ايه قصه البرولونجد انفيوجن؟ ايه لازمتها؟ تعالوا نشوف نحكي الحكايه.